بدأ عمال شركة كالفالي النفطية قطاع 9 بوادي حضرموت منذ أمس إضراب شامل عن العمل، ويقول العمال المضربون أن قيامهم بهذا الإجراء جاء بعد أن أغلقت الشركة أبوابها في وجه الفرص التي منحوها إياها للاستجابة لمطالبهم. ويطالب العمال المضربون شركة كالفالي النفطية بمساواتهم من حيث الحقوق ببقية العاملين لدى الشركات النفطية العاملة بحضرموت، وفي مقدمة ذلك اعتماد توصيف وظيفي متكامل يتناسب مع وضع الشركة الإنتاجية واعتماد نظام البدلات والدرجات والزيادة السنوية وغيرها من المطالب التي يصفونها بالحقوقية المشروعة. المطالب الخاصة بالموظفين هو مساواة جميع الموظفين الخاصين في الشركة وباقي الموظفين في الشركات النفطية الأخرى الممثلة كالفالي، كل الحقوق. لحد الآن بعض الموظفين ما فيش معهم عقود، الحقوق ليست كاملة من ناحية الرواتب، من ناحية التدريب، من ناحية التأمين الصحي، عدة نقاط احنا نطالب فيها.